لو عايز تحجز دومين احترافي دوت كوم مع بريد الكتروني احترافي اللي هو ادمن او كونتاكت ات اسم دومينك دوت كوم مع امكانيه انشاء موقع الكتروني احترافي مكون من صفحه واحده وكل ده بكام؟ باقل من 50 جنيه او بما يعادل 2 او 2.5 دولار فانت النهارده في المكان الصح انا النهارده جايب لك كوبون خصم احترافي تقدر تحجز بيه دومين دوت كوم ايميل احترافي امكانيه انشاء موقع الكتروني مكون من صفحه واحده وكل ده ب 50 جنيه او بما يعادل 2.5 دولار فتابع الفيديو للنهايه علشان تقتنص العرض اللي مدته تقريبا من 7 ايام ل 10 ايام من النهارده اوعى يفوتك العرض ده ونتقابل بعد الانترو القصير ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم من جديد في قناة اتعلم دوت نت وكوبون خصم احترافي. على غير العادة لاقيني متحمس كده وأنا بكلمكم في الفيديو، لكن عرض النهاردة وكوبون النهاردة لازم يخلي أي حد عنده الحماس إن هو يشرحه ويقدم لكم الكوبون بتاع النهاردة ده. النهاردة هنعرف إزاي نحصل على دومين أو نحجز دومين دوت كوم احترافي بأقل من 50 جنيه مع ايميل إلكتروني احترافي مع إمكانية إنشاء موقع إلكتروني آه مكون من صفحه واحده وكل ده بما يعادل 50 جنيه مصري او تقريبا 2 جنيه آه استرليني تمام واللي طبعا اي حد ليه في المجال في مجال حجز الدومينات آه ان انت بتحجز دومين دوت كوم بدايه من 8 ل 10 دولار لحد 14 دولار ده اقل سعر موجود فلازم تستغل العرض والكوبون بتاع النهارده طيب علشان نحصل على الكوبون ده ونحجز الدومين بتاعنا مع كل الحاجات المجانيه ديت بنعمل ايه اول حاجه هتلاقي رابط موجود في صندوق الوصف هتضغط عليه هيفتح لك موقع names.co.uk واللي آه عن طريق الرابط هتحصل على كوبون الخصم بعد ما بتضغط على الرابط اللي موجود في صندوق الوصف بيفعل معاك كود الخصم وبيفتح لك الصفحه بالشكل اللي قدامك ده زي ما انت شايف دومين دوت كوم بقيمه 1.99 جنيه استرليني اللي هو بيعادل تقريبا 46 47 جنيه مصري تقريبا 2.5 دولار فانت بتضغط على ريجستر ناو هنا او بتيجي هنا في شريط البحث تبحث على الدومين بتاعك دوت كوم وانا شارح بالتفصيل فوق في حرف الاي هنا ازاي تحجز دومينك باقل من 2 يورو انا شارح لك الطريقه بالتفصيل في اقل من 5 6 دقائق ممكن تشوف الفيديو وتحجز الدومين بتاعك طيب خلاص كده احنا حصلنا على الدومين واللي قلنا زي ما احنا شايفين شرحناه فوق في حرف الاي وهتلاقيه برده موجود في صندوق الوصف بنحصل بعد كده بقى على الايميل الاحترافي اللي هو كونتاكت او سبورت او ادمين ات اسم الدومين بتاعك دوت كوم بنحصل عليه ازاي والله وانت موجود على صفحه الموقع هنا طبعا بتعمل لوج ان بعد ما يكون معاك البريد الالكتروني وكلمه المرور اللي انت طبعا بتنشئهم اثناء آه تسجيل او حجز الدومين بتاعك تضغط على لوج ان تمام علشان يفتح لك الصفحة دي تدخل يوزر نيم أو البريد الإلكتروني والباسورد وتضغط على لوجن علشان يفتح لك الصفحة اللي قدامنا دي بتكون بالشكل اللي قدامنا ده وهنا اسم اليوزر بتاعي أهو يوسف أحمد علشان نحصل بقى على البريد الإلكتروني المجاني بتاعنا بنضغط هنا على كنترول بانل تمام علشان يبدأ يفتح لنا الصفحة دي ممكن يعيد طلب البريد الالكتروني وكلمه المرور او اليوزر نيم وكلمه المرور مفيش اي مشكله بتدخلهم وبعد كده بتدخل على الصفحه اللي قدامك دي زي ما انت شايف هنا انا حاجز الدومين يوسف احمد دوت كوم زي ما انت شايف باقل من 50 جنيه مصري وبيدي لك هنا نيو ويب سايت تمام ده مجاني وهنا ايميل احترافي مجاني ايميل الكتروني احترافي مجاني هنعرف ازاي نختار ونفعله كل اللي انت بتعمله بتضغط على اد اللي قدامك دي عشان يفتح لك الصفحه اللي قدامك دي احنا بننزل هنا بقى على حاجه اسمها اكتيفيت فري لايت ميل اكتيفيت فري لايت ميل نضغط عليها وهنا بقى بيقول لك انشئ البريد الالكتروني الاحترافي بتاعك زي ما انت عايز هل بقى انت عايز يبقى بريد الالكتروني بتاعك ادمن ات يوسف احمد دوت كوم ادمن ات اتعلم دوت نت دوت كوم او اي حاجه contact اتعلم انت بتختار هنا الكلمة اللي انت عايز تحطها كبريد الكتروني احترافي وليكن مثلا انا هختار هنا كونتاكت contact. contact at يوسف احمد كوم وبضغط على سيت up تمام هنا بقول لك success. انت خلاص نجحت حصلت على البريد الالكتروني بتاعك خلاص كده احنا خلاص تم تفعيل حس البريد الالكتروني بتاعنا الاحترافي باسم الدومين بتاعنا زي ما احنا شفنا وهنا عليه علامة صح لو عملنا ريفرش للصفحة بننزل تحت نلاقي هنا حاجة اسمها لوج ان تو ويب ميل نضغط على السهم وبنختار اسم الدومين بتاعنا مجرد ما نضغط عليه بيدخلنا على البريد الالكتروني الاحترافي بتاعنا لو اي حد راسلنا طبعا احنا بناخد بقى الدومين الاحترافي بتاعنا مثلا نت بنحطه بقى في القناه اليوتيوب بنحطه في الموقع الالكتروني ان اي حد يتواصل يبعت على البريد الالكتروني الاحترافي ده والبريد الالكتروني او الرسائل اللي بتجي بتجيلنا هنا على الايميل ده لو ضغطت هنا على يوسف احمد هنا هيدخلنا على الانبوكس بتاع البريد الالكتروني الاحترافي او الويب ميل لو ضغطنا عليه هنا لوج ان ويب ميل برضه بيدخلنا على الرسائل او الانبوكس الخاصه بالبريد الالكتروني الاحترافي ده لكن طبعا آه تنشيط البريد الالكتروني ده بياخد من من 24 ساعه ل 48 ساعه وده اللي وصل لنا في الرساله البريد الالكتروني اللي جايه من الشركه هنا بقول لك بياخد وقت من 24 ساعه زي ما انت شايف لحد 48 ساعه اهو زي ما احنا شايفين علشان يتم تفعيله طيب خلاص كده احنا انشانا البريد الالكتروني الاحترافي عايزين برضو نقطه اضافيه كده نفترض ان انا عايز اعمل فورورد ان اي حد يبعت رساله للبريد الالكتروني مثلا كونتاكت ات دوت نت توصلني على بريد جيميل تاني ما هو مش شرط كل مره اشوف الرسائل الرسائل اللي, اللي جايه لي لازم ادخل على حسابي هنا في نيمز دوت سي او دوت يو لا ممكن تجي على الجيميل العادي خالص تبقى موجوده هنا ويروح لي منها نسخه على البريد الالكتروني التاني دي حاجه اسمها فورورد ان انا بعمل فوردر فورورد من الرسائل اللي بتجي هنا على الحسابي تروح للبريد الالكتروني الجيميل العادي خالص بتاعي طيب اعمل الكلام ده ازاي باجي هنا على ايميل سيتنج بضغط عليها واجي هنا على يوزر ان ايميل رولز تمام عشان تفتح لي الصفحه دي وهنا زي ما انت شايف البريد الالكتروني بتاعي اهو كل اللي بعمله بضغط عليه كونتاكت هنا تمام وهنا نلاقي حاجه اسمها فوروردنج ادريس باجي هنا حط البريد الالكتروني اللي هو الجيميل اللي اي حد عايز يبعت لي رسايل يبعت لي على البريد الالكتروني الاحترافي ولكن يوصلني نسخه منه على الجيميل العادي خالص اللي انا بفتحه كل يوم او كل ساعه او كل نص ساعه مش لازم ادخل على حسابي هنا واشوف الرسائل اللي جايه لي هنا بعد ما احط البريد الالكتروني بتاعي هنا بيجي لي هنا كلمه سيف بضغط على سيف وبكده اكون حصلت على البريد الالكتروني الاحترافي بتاعي بنفس اسم الدومين دوت كوم تمام وان شاء الله في الفيديو القادم هعرفك ازاي أه تحصل على أه موقع الكتروني احترافي مجرد مكون من صفحه واحده أه عن طريق الدومين ده وكمان هنشرح ازاي نربط الدومين بتاعنا اللي احنا حصلنا عليه بمدونه بلوجر وكل ده خلال الفيديو القادم ان شاء الله بكرة أو بعده بالكتير وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو وعرفنا إزاي نحصل على دومين دوت كوم مع بريد إلكتروني احترافي مع إنشاء موقع إلكتروني مكون من صفحة واحدة وكل ده بأقل من 50 جنيه مصري أو أقل من 2 أو 2.5 ونص دولار طبعا ما تفوتش الفرصه ديت لان زي ما قلنا الفرصه ديت او العرض ده مدته اسبوع وعشرة 10 ايام بالكتير وبعد كده مش هتلاقيه فطبعا مش هنقولكم شير ولايك والكلام ده عشان غيرك يستفيد وغيرك يلحق العرض مش محتاجين طبعا اقولكم كده وفي النهاية اشوفكم علي خير